والله العظيم ما قلبي مو مكانه والله مو مكانه قاعد يطلع ينزل قاعد مسكته عشان بس ابغى جاذبيه بس الشيء الوحيد الابغاه عمر وين رايحين عمر؟ والله ما في وقت والله ما في وقت رايحين ديزني ان شاء الله هذه مكافأة عشان التعب اللي تعبناه عمر يتحلطم عمر وين رايحين؟ أول شيء كل عام وأنتم بخير ايه رايحين عيد في ديزني جالسين ننتظر عشان نطلع على ديزني بنسوي تحدي الحين محمد الجوال هذا الهواوي ميت 10 برو شحنته فل فالحين كم باقي فيه؟ 97% ديزني هناك بحرق حرق تصوير وتويتر يعرفني ما يحتاج عرفني انا اصلا بتويتر ما اوقف فبنسوي تحدي اشوف الله يفك تويتر منك بس لحظه محمد كم يبقى اخر اليوم ونشوف كم بطاريه بتكفي ما راح اشحنها ولا مره ونشوف تحدي كم يوم هاي طيب احنا الحين رايحين في الطريق لديزني ان شاء الله طريق ساعه كامله يا شباب من المكان اللي ساكنين فيه بس يلا ربي يصبرنا عمران اقترح لعبه رهيبه اوكي احمد تلعب معنا ايش قاعد تسوي اصلا احمد مشغول في تيكين يا سلام اسمع طب اسمع اوكي شوفوا الفكره هي ايش انا بفكر في لعبه براسي اوريدي فكرت فيها انتوا يمديكم يا عمر تسالوني اسئله جوابها اي او لا بس حلو لكم 20 سؤال أوكي. اذا قدرتوا تعرفون اللعبه قبل ما نوصل 20 سؤال تفوزون يلا نبدا عمران هل هي لعبه يابانيه لا فهد طيب هل هي لعبه امريكيه نعم لعبة رعب؟ لعبة رعب لا سباقات؟ لعبة فايتنج؟ لا سباقات؟ لا لعبة رياضية؟ لعبة رياضية لا لعبة بلاتفورم؟ لا بي جي؟ درع عمر مدرك لعبة تصويب؟ تصويب؟ ايه نوعا ما فيها تصويب نعم من شركة اي اي؟ لا جيم كيوب نزلت؟ لا شفناها في 3 لا من سوني لا ما في سؤال ما سوني؟ عندك سؤال مش كحمر انا بروح على طول بقول اسمك بجاوب جاوب بس خلاص انت دورك تحصل اي وخلاص قول ردد ريدمشن 2 صح الله والله اني فنان برافو يا ولد والله اني فنان يا اخي والله اني رهيب يا اخي كيف بس والله اني ذكي جيمر حقيقي الحين احنا دوبنا واصلين ديزني لاند مع الشباب واضح بوجوههم البهجه والسعاده انه السعاده كلها يس محمد وميكي ماوس وروبن هود هذا هو فين هذا ميكي فين وميكي ماوس مع بطوط اما تعال رحنا تعال يا ولد الحين راح نتفلت عليه والله ميكي ماوس هذا ميكي ماوس والله لسه حي مين قال انه مات وين ودتنا الحين؟ لعبة لعبة احنا عارفين ان لعبة جيل ليتل ميرميد ما لها صورة؟ مرة تخوف حقت رجال ولا لا؟ دي استنى بسأل ايه حواي نحن عائلة ميرمي ايش معناها بالعربي دي استنى؟ حورية البحر حورية البحر يقول لك حق رجال لعبة حورية البحر وحقت رجال الحين بتقمط ام العافية داخلا لما تدخل اللعبة صور عشان الناس يشوفون طيب اوكي نشوف نهايتها يلا الله يستر هذه اللعبة اللي حيدخلون اياها حقت حورية البحر شايف كيف يا فهد؟ ارحب اميرة برنسس واضح ايه بس متحمس انك تخش؟ ابي اجلس يا عمي اميرة بحر دي من جدك حتى العربة تخوف شوف العربة كيف كيوت بالزيادة يا لطيف اي قطار موت هذا الله يستر يلا نجلس هنا تتو 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 يا فهد انبسط تتو تتو يا طيب وخر من قدامنا يولد يا اللي قدامنا وخر كيفك نحرك بيب بيب جدا شو وصل من حلقة نقابل تايتن اكومان مو اكومان لا اكومان لا تايتن زوس زوس شوف العيال العيال مبسوطين مره كيوت هذا رهيب ذا هذا حق الشوكه ما اعرف الشوكه ذا ما ادري مين هو يا الرعب عيال ايش دخلتونا لا لا تخاف انا معك عمران لا ايش صار ايش صار عيال مين هذا مين 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 فين مرمي وشو وين
بوب 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 يا سلام خش لي واحد حقش رهيبه. وش اللي دخلتوني يا محمد؟ أميرة البحر؟ ها؟ أميرة البحر دخلتوني؟ كيف؟ طيب والله ما تحس انك انسان غير والله حسيت اني ورع. شفنا اكومان اكومان مو رجال؟ اي بس مزوج مخلي بنت متزوج واحد رجال صايع اجنبي. لا هذاك غني عنده فلوس. اوكي ممكن اي عادي اذا والله بيجيب لي فلوس عادي. لا لا مو عادي ولا اوكي سيارات يعني نركب يعني ايش الالعاب دي تديني يا محمد لعبه سيارات يعني. لا فيلم السيارات حق ديزني اوكي هذه جد يعني يلا الله يستر بس شوف السيارات جايه واضح من الابتسامه اللي في السياره انها مرعبه واضح يلا دوبنا بدينا الله يستر قدامي عمر الخواف وش سويتوا؟ انا فزت في السباق ممتاز فوكس انا وعمر برضه فزنا فزنا على فريق فهد اللي هو هناك عشان بيشرب مويه بس ايه الحين دوبنا خلصنا من كارز قاعدين ناكل ايس كريم ايس كريم انت تاكل كني انا حسيت اني عضيت الايس كريم والله حر حر شوف هذا ايش هو ميكي ماوس هذا اخذ لي فراوله فهد ايس كريم صحي ايس كريم صحي اوكي كويس كويس فراوله طبيعي فراوله وعمر جاءت ياكل ميكي ماوس ايس كريم ايس كريم ساندويتش اكل فمه على طول خش فيه من الجوع مو عارف من بين ياكل مو حلو مشكله انا اخذت اللي هو كوكيز ساندويتش ايس كريم ليش ما هو راضي يطلع اوكي هذا الفوكس طلعته وهذا الحلاوه حقت بعد مره واحده بلعه واحده بل بل ايام اول ذا خلاص احزمنا ايام البجع تعال ورينا دخلتنا وين دحين مؤتمر بتزه هذا مو مؤتمر هذا عرض فروزن المتجمدون ميوزيكال يغنون وناس محمد الحين فين مدخلينا؟ جارديان اوف ذا جالكسي الراس المجرة عشان قابل ذا الرجال هذا المريض لا هذا حق فيلم ثاني لا جاء في الفيلم جاء 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 الدرع لوكي الله That was not part of the plan. Why? Of course I escaped. For those of you who have not been paying attention, the name's Rocket, one of the Guardians of the Galaxy. Okay, raise your hands to clear it.
حيموتوا. محمد ايش اللعبه دي؟ اسمها لعبه السقوط العظيم. السقوط العظيم وي ندخل جوا بعدين يطلعونا فوق بعدين يحطونا تحت. طب انا ما بخش معاكم. بتخش وانت ما شفت الطريق؟ لا لا يا عيال ما اتفقنا. شوف الناس دخلوا المصعد خلاص. خليك رجاء. ها انا قاصد العافيه معك صراحه. اعوذ بالله. شكلك خوف. والله ايه شكلك خوف. شكلك خوف. يا ابوي في المكتب المصعد بس سوى الدد. جيت اصيح والله جيت اصيح. دقه بسيطه بس سوى. جاء وقت الدخول. شوفوا القمطه على وجه عمران. والله الوضع متوتر. قام يحك. معلش لازم امسك شيء ترى والله بياخذ بالعافيه. روح يا ابيض الشقال بعد ما تبني. عمران ابطلع ايش صار فيك؟ شو صار؟ مش العب حق الكل. ابوي والله ما ينفع. والله العظيم ما قلبي مو مكانه، والله مو مكانه، قاعد يطلع ينزل. قاعد مسكته عشان بس ابغى جاذبيه بس الشيء الوحيد اللي ابغاه. والله مرة انا اسمع كل ما تطلع فينا انا اقول خلاص وقفنا. احمد يضحك فيني وانا اطل فيه. انا ما حسيت رحت فوق ولا تحت. قبل ما نبدا عمران هاوشي قال شوف هذا انا احبك بس لا تمسكني. تلبشر هي بس بدت شعطت فيني. هو اللي مسك. اي يا الله والله كويس جنبي. والله قلت عمران خذ راحتك مسكني مسكين قلبه طرد. يا اخي ما حطيت ما انت عارف طالع فوق ولا نازل تحت. انا ابغى الصوره ابغاها. ابغى الصوره. اسمع عمران لا لا تغطيت علي. ليش تغطي علي؟ ليه فوتك عمران؟ فوتك عمران. شوف وجهي محمد. شوف وجهي مبسوط. هذه هي اللعبة اللي لعبناها قبل شوي. أحلى لعبة اللي بيجي ديزني لاند اللي في لوس أنجلوس أي وقت ثاني لازم يلعبها. شيء خرافي. نركب هذه الحين. هذه خليني أوريهم يا بس نوصل فوق بعدين فوق الجبل. ابيكم تشوفون عمران ايش مسوي خصوصا بعد اللعبه. شوف شكله خايف اصلا. هو يفكر بالموضوع. في ناس تفكر ان الوضع يعني كله عشان في ثلاث كاميرات في الجوال انه قادر ياخذ صور رهيبه، لكن في شيء مهم جدا اللي هو معالج كيرن 970 عشان يتيح الذكاء الاصطناعي في الجوال. هالشيء يساعد بشكل خرافي في انه تطلع صور رهيبه زي كذا. ها عمران جاهز؟ يا ويلك يا ويلك. اركب الهروب. ها عمران شهد فين الحزام كيف تنزل؟ ها عمران ايوه فك الحزام فكوني طلعوني من هنا. خلاص خلصنا. يلا بطلوا بلاهات. يلا طلعوني اشياء زي كذا يا اخي. يا اخي كبرت تكسر. انا والله كسرت يد احمد. ماسك يدي من ورا. كيف ماسك يدي؟ يلا عمران. يلا ما عفاد. مبسوط يا عمران بعد العذاب اللي شفته قبل شوي. مسكين.
كذا وصلنا نهاية اليوم، بس بنشوف التحدي حق فهد حق الجوال. الجوال صورت فيه فيديو وصورت فيه صور كثيرة، تويتر تقريبا نص ساعة قاعد تصور فيديو تقريبا. ايه بمسرح كامل فروزن كله تصورت تقريبا. ورني 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 خلنا نشوف كم وصل. 23% يس. والساعة كم الحين؟ دقيقة طاح افتح 10 الليل. تخيلوا يا شباب 10 الليل 23%. والله خوش بطارية. ايش جوالك؟ هواوي ميت 10 برو. كفو برو. كذا نوصل لنهاية الفلوق وانا خلاص فاصل، والله ودي اروح ارجع الفندق بصراحة. كم خطوة مشينا اليوم عمران؟ انا 22,000. والله ما عاد في صوت. خلاص لا صوت ولا بس رجل. يعني حبيت اقول شيء، يعطيكم العافية شباب، ما قصرتوا على دعمكم خلال معرض اي 3. مشكور محمد على ديزني. شب فهد ما كلمته. شكرا لكل محمد مسكين. شكرا لكل الفريق ترو جيمنج، ما قصروا من اولهم لاخرهم، اللي في الدمام واللي جو معنا لوس انجلوس واللي في دبي، ما قصرتوا كلكم. دعمكم كان رائع، فيديوهات جابت مشاهدات اعلى من اي معرض اي 3 ماضي. باذن الله مستمرين معكم بعد معرض اي 3 ومستمرين معكم السنه الجايه ان شاء الله. نرجع لكم من لوس انجلوس ونقدم لكم دائما جديد العاب على قناه ترو جيمنج. كالعادة لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس اذا كنتم مشتركين. شكرا لكم، مع السلامه. مع السلامه ولا good night.